يهدي اللعب كده الشناوي ويلعب على طول الكرة على الأرض تمشي عند القندوسي. جماهير الأهلي مستنيه كتير من القندوسي، كانوا بيطالبوا إن هو يلعب. مارسيل كولر قال إن يعني أنا واخد أو أنا محتاج منه حاجات معينة كده يعملها في أرض الملعب، لو تم تنفيذها هيبقى موجود أساسي في النادي الأهلي. تروح الكرة وتفوت دلوقتي عند زيكو، خلي بالك واحد من أفضل اللعيبة اللي بتتواجد في بطولة الدوري وليس في نادي حرس الحدود فقط. تروح على طول الثرو باص في اتجاه طاهر، ادي طاهر وادي الغلطه بقى من الليبي وادي فرصه الهدف الاوروبي. جول 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 النادي الاهلي يسجل الهدف الاول بخطا كان من اللاعب رقم 6 وهو محمود بن والي، ما كانش في تفاهم ما بينه وما بين محمد فوزي، طلع محمد فوزي من مرماه بص كده لقى محمود بن والي اللي حب يرجع له الكوره يسجل الهدف الاول لصالح نادي الاهلي. محمود بن والي هدف ذاتي. بص الكره من البدايه، ادي بص والي ما رفعش عينيه، ما رفعش عينيه من على الارض، وكان اللاعب وحارس المرمى فوزي متقدم لقى كده على طول محمود بن والي بيرجع له الكره، وكان في ضغط من طاهر محمد طاهر تدخل الكره الشباك ويسجل النادي الاهلي الهدف الاول بهدف ذاتي سجله اللاعب الليبي محمود بن والي. في اول 5 دقائق من عمر واحداث الشوط الاول اصدقاء المشاهدين والمتابعين عبر شاشه اون تايم سبورتس لولو يعد ويفوت ويسلم عند عبد القادر. عبد القادر يلعب الكرة عند محمد مجدي قفشة، يلعب لطاهر، يرجع لعبد القادر، يلعب الكرة الطولية الأمامية وادي تسديدة قوية وادي هدف عالمي. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، جول 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 جول. أحمد عبد القادر يسجل الهدف الثاني لصالح النادي الأهلي بتسديده صاروخيه وكره من مره واحده فيرست تايم. بص غير العتبه، غير العتبه من الشمال لليمين، ولعل لتغيير العتبه خير. وبالفعل عبد القادر بص هو اللي بدا الكوره، ادي الهجمه كانت عند عبد القادر، سلم اماميه عند قفشه، رجع لطاهر لقفشه خد مكان ويلمح على طول واوبا. يا ولد يا عبد القادر، يا ولد 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 يا عبد القادر يسجل الجول الثاني على يمين حارس المرمى وهو الحارس محمد فوزي. تروح وتسكن الزاوية اليمنى للحارس محمد فوزي، ادي على طول عبد القادر خطفها خطف، خطفها خطف، والله ما توقعناها خالص ان هي تكون في المرمى، لكن هي الموهبة اما تكون موجودة عند عبد القادر. طاهر يبص كده يلعب على طول عند قفشة، ادي قفشة رقص ويعدل ويشوف مين اللي جاي وادي تسديدة. جول! الهدف الثالث عند طاهر، طاهر محمد طاهر يسجل الجول الثالث ويتقدم للأهلي بالهدف الثالث. وهنا تتغنى الجماهير الأهلوية، وهنا تنشد الجماهير الأهلوية، وهنا تحتفل الجماهير الأهلوية بالهدف الثالث. لكن بص قفشة النهارده هو بابا نويل النادي الأهلي وهو بابا نويل الكرة المصرية. ادي محمد مجدي قفشة النهارده بيوزع هدايا، بيوزع هدايا. وادي طاهر، يا ولد 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 يا طاهر، من مرة واحدة يسدد ومن مرة واحدة يسجل ومن مرة واحدة الهدف الثالث لصالح النادي الأهلي. ثلاثية من ثلاثيات كولر، يسجل طاهر محمد طاهر الهدف الثالث لصالح النادي الأهلي. اعمل قلوب براحتك يا طاهر واعمل إشارات.